السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة ليبيا في السويد أو رقم السفارة الليبية في السويد. رقم التليفون هو 0046 481 4 4 3 5. يبقى تاني، رقم تليفون سفارة ليبيا في السويد أو رقم السفارة الليبية في السويد 0046 481 4 3 4 3 5. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.